هنروح في صعيد مصر نشوف احنا عملنا في عشش محفوظ بمحافظة المنيا 890 وحدة سكنية بتكلفة 105 مليون جنيه. انا بس ارجو من حضراتكم تبصوا على جانبي الوضع قبل التطوير والوضع بعد التطوير. احنا عشان وقت حضراتكم هنعرج على المشروعات عشان نشوف محافظات مصر المختلفة الوضع كان عامل ازاي وبقى ازاي. ده السماكين في محافظة سوهاج 207 وحدة سكنية بتكلفة 40 مليون جنيه. طبعا التكاليف هتلاقوها مختلفة لاختلاف المكان واختلاف طبيعة الأرض واختلاف الفترة الزمنية اللي نفذنا فيها المشروع بداية من 2014، ودي وحدات سكنية تم تنفيذها على نيل مصر. الصحابي بمحافظة أسوان 144 وحدة سكنية بتكلفة 30 مليون جنيه، طبعا شايفين الشكل قبل التطوير وبعد التطوير. في محافظة البحر الأحمر في الغردقة 805 سكنية بتكلفة 250 مليون جنيه. روضة القصير بمحافظة البحر الأحمر 76 وحدة سكنية بتكلفة 30 مليون جنيه. طبعا حضراتكم شايفين الاختلاف في الطابع العمراني والمعماري بما يتلائم مع طبيعة المجتمع المحلي. كل مجتمع محلي بنتصدى ليه بالشكل الملائم لطبيعته الاجتماعية والاقتصادية. روضة القصير 76 وحدة سكنية بتكلفة 30 مليون جنيه. روضة سفاجة 234 وحدة سكنية 85 مليون جنيه. راس غارب 546 وحدة سكنية بتكلفة 320 مليون جنيه. حلايب 500 وحدة سكنية بتكلفة 230 مليون جنيه. الشلاتين 1500 وحدة سكنية ب 670 مليون جنيه. لو انتقلنا الى اقليم القناة، عشس الصفيح في اليهودية بمحافظة السويس، معذرة هي اسمها كده، 336 وحدة سكنية 40 مليون جنيه. شايفين حضراتكم برضو الأوضاع قبل وبعد التطوير. القبوطي في محافظة بورسعيد 1440 وحدة سكنية بتكلفة 155 مليون جنيه. ويمكن محافظة بورسعيد هي أولى المحافظات اللي تم إعلانها خالية من المناطق العشوائية. هجوج وإصلاح والجناين برضو بورسعيد 860 وحدة، طبعا ما كانتش وحدة سكنية، دي كانت عشش حضراتكم زي ما انتم شايفين، وضع غير إنساني لا يقبله أي أحد، بتكلفة 210 مليون جنيه. وهذا النموذج يعني حاجة نفتخر بيها. زرزارة 1 و2 و3 2760 وحدة سكنية بتكلفة 390 مليون جنيه. المنظر ده كان في وسط المباني السكنية في وسط مدينة بورسعيد، متخيلين ان اتحول الى منطقة حضرية مطورة بشكل يفخر به اي حد في بورسعيد. الرويسات في محافظة جنوب سيناء 496 وحدة سكنية ب 315 مليون جنيه. انتقل الى الدلتا، الكندلية بمحافظة الغربية 168 وحدة سكنية 95 مليون جنيه. انا برضو حابب ان حضراتكم تشوفوا ان احنا شغالين في كل ربوع مصر. مناطق غير الآمنة مش بس مركزة في منطقة واحدة، أو هي عبارة عن مشروعات كبيرة في الغالب العام زي اللي احنا بنفتحها النهاردة. هي الخريطة القومية كلما رصدت منطقة في ربوع مصر توجهنا إليها وتعاملنا معها. كسرت رشيد في محافظة البحيرة 117 وحدة سكنية بتكلفة 25 مليون جنيه. بشاير الخير طبعا في محافظة اسكندرية 3317 وحدة سكنية 10 مليار جنيه. طلمبات المكس 215 وحدة سكنية ب 35 مليون جنيه. اقليم القاهرة الكبرى، روضة السيدة زينب في محافظة القاهرة 816 وحدة سكنية و 198 وحدة تجارية بتكلفة 330 مليون جنيه. أهالينا بمحافظة القاهرة لتسكين سكان مناطق عزبة أبو رجيلة ومحور ترعة الطوارئ ومنطقة عرب الحصن 1096 وحدة بتكلفة 600 مليون جنيه. منطقة الزبالين في 15 مايو، واسمحوا لي هنا، 1000 وحدة سكنية ب 17 مليون جنيه. هذه المنطقة هي اللي أصيبت في موجة الأحوال الجوية غير المنتظمة في فبراير. كان تم عمل سدود لمخر السيل، ولكن الأحوال الجوية السيئة اللي حصلت في فبراير جابت كمية مية أكبر من المعدلات الطبيعية، نحرت في الجبل وأدت إلى تدمير لبعض هذه المنازل. وفخامة الرئيس وجه إن احنا نعيد عمل مشروع لهذه المنطقة، وإن شاء الله هتشوفوه حضراتكم في المشروعات الجاري تنفيذها موقفه إيه، احنا اتحركنا فيه.
المحروسه 1 و2 4913 وحده سكنيه و129 وحده اداري وتجاري ب 940 مليون جنيه. المشروعات الجاري تنفيذها احنا شغالين في 54 منطقه بتكلفه 22 مليار جنيه، ودول ان شاء الله ينتهوا بنهايه العام الحالي. سكن البديل بمنطقه مثلث ماسبيرو 918 وحده سكنيه بتكلفه 1.7 مليار جنيه. وهنا انا برضو عايز اقول لحضراتكم، مع ان احنا لسه شغالين في السكن البديل الا ان المنطقه تم القضاء على الخطوره الداهمه. احنا مجموعه الاهالي اللي كانت ساكنه هنا يا اما اتنقل جزء منهم الاسمرات، يا اما منهم خد تعويض مادي وخد وحدات سكنيه عندنا في بعض المدن الجديده او بمعرفته، واللي هيرجعوا للسكن البديل اللي احنا بنهولهم في مثلث ماسبيرو بيحصلوا على قيمه ايجاريه لحين الانتهاء من المشروع والعوده. فهو المشروع جاء تحت التنفيذ، ولكن القضاء على مشكله الخطوره الداهمه تم القضاء عليها. مشروع السلام ارض الانتاج الحربي لتسكين مناطق عزبه ابو قر وبطن البقره جزئي وعزبه ابو حشيش 4171 وحده سكنيه و475 وحده اداري و292 وحده تجاري بتكلفه 1.7 مليار جنيه. التكاليف اللي مذكوره على كل مشروع هنا دي بدون تكلفه الارض، تكلفه الارض مجمعه 23 مليار جنيه. إنشاء تجمع بمشروع معا في حي السلام 4416 وحدة بتكلفة مليار جنيه لتسكين مناطق رملة بولاق وبطن البقرة جزئي وعزبة أبو قرن جزئي. أرض الخيالة في البساتين 2520 وحدة سكنية بتكلفة 1 مليار جنيه، وإن شاء الله ينتهي في أغسطس 2020. ده تطوير منطقة زهرة 15 مايو اللي احنا اتكلمنا عنها اللي أصابها مقر السيل. فخامة الرئيس وجهنا احنا بنبني 1008، طبعا ال 1008 وحده مش هم اللي اصابهم، ما تم اصابته في الاحوال الجويه السيئه تقريبا 300 وحده سكنيه. فخامة الرئيس وجه ان احنا نبتدي نشتغل في عدد اكبر من اللي تم اضرارهم، والموقع يتحمل امتدادات مستقبليه مخططه، مش بس مناطق يسكنوا فيها. احنا وصلنا للدور الثالث فخامة الرئيس زي توجيهات حضرتك، وان شاء الله زي ما وعدنا فخامتك في مارس 21 هيكون تم الانتهاء من هذه المنطقة